التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وهكذا ينطلق شوطنا أيضا السادس في تعداد أشواطنا في صباح هذا اليوم الخاص للجعدان، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير إلى المقدمة، نسير إلى الصدارة وإلى البداية الأولى في هذه اللحظات. هنا على المقدمة شاهين ناصر بن هزيم بن محمد المسافري، بينما في المركز الثاني أرى الغادم في هذه اللحظة شاهين بخيدر أحمد بن غانم بن ديلان البزروعي، بينما في المركز الثالث شاهين سالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما في المركز الرابع عندنا شعار سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد يتقدم إلى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس غادم هنا شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد. هذه مراكزنا الأولى المتقدمة، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى شاهين بخيت بن أحمد بن غانم بن ديلان المزروعي في صدارة هذا الشوط، مسيطر على المقدمة، مسيطر على المركز الأول. المركز الثاني نراقب هناك شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد يتحرك من الجانب الآخر، يغير إلى البداية الأولى. ما شاء الله يا بن رشيد، نوعيات متميزة في هذا الموسم مع سن الصغار، يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم مع شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد. هذا النوعي اللي مرشحنا من ايام هذا النوع الجيد يا ابو محمد، حافظ على هذا المستوى الجيد والرائع في جيناته من الهرش، في جيناته من الهرش، ما شاء الله وتبارك الله. بينما هناك ايضا يتحرك كيفان مسبح بن سالم بن كاسب المسافري، ولكن خلاص ما يصح الا الصحيح، تهانينا وناموس لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد. المركز الثاني وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو كيفان مسبح بن سالم بن كاسب المسافري. المركز الثالث وصل شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد. التوقيت الزمني كم؟ دقيقتين 17 ثانية. حط ترشيح يا ابو محمد وبنتخابر مع هذا النوع الجيد المتميز. تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار.